منذ إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل يستمر القصف المتبادل بين إسرائيل وقطاع غزة، حيث شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم غارة جوية على موقع لحركة حماس في خان يونس في جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق قذيفة على جنوب إسرائيل، فيما قالت مصادر إسرائيلية إن قيادات الجيش الإسرائيلي تعيش معضلة حقيقية وهي التخوف من فقدان الردع مع استمرار القصف أو كسر قواعد اللعبة والرد بقوة على حماس. تزامنا مع ذلك كشف الشباك عن إحباط عملية خطف خططت لها حماس في الضفة الغربية خلال عيد الأنوار. سمح جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك بالنشر اليوم أنه أحبط عملية خطف جندي أو مواطن إسرائيلي من إحدى محطات الحافلات في مفارق الطرق الرئيسة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. وأفاد الشباك بأن قيادة حماس في قطاع غزة قامت بتوجيه العملية وبتمويلها، حيث كانت الغاية من تنفيذها دفع المفاوضات على الإفراج عن سجناء أمنيين فلسطينيين يقبعون في السجون الإسرائيلية. وعلى ضوء التوتر المتزايد على الحدود الإسرائيلية الجنوبية، حملت حركة حماس إسرائيل المسؤولية عن تداعيات التصعيد الحاصل، في حين اتهمت إسرائيل حماس بتصعيد الوضع في الضفة الغربية بالتزامن مع محاولاتها لتهدئة القطاع واستمرارها بحفر الأنفاق القتالية إلى العمق الإسرائيلي. حذرت في الماضي وأجدد تحذيري للعدو، كل من ينزل أو يتواجد داخل نفق يعرض حياته للخطر. رداً على استمرار إطلاق فصائل فلسطينية لصواريخ تجاه البلدات القريبة من الشريط الحدودي، استهدف الجيش الإسرائيلي من خلال نيران دبابات وسلاح الجو مواقع تابعة لحركة حماس في شمال قطاع غزة. لن نتردد في التحرك من أجل الدفاع عن مواطني إسرائيل وعن سكان محيط قطاع غزة. فجر اليوم قصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من المواقع العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية شمال غزة، وسبق أن استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مساء أمس موقع رصد تابعاً لحماس في شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.